هي ملي كنهضروا على الملح فبطبيعه الحال كنهضروا على واحد المكون اللي حاضر بقوه في الماكله ديالنا، يعني كنملحوا كنحليوا كندهنوا، يعني هادو هما وعاد فاش بطبيعه الحال كنستعملوا اعشاب نباتات وكنستعملوا منسمات. الملح للاسف ولينا كنتناولوا بواحد الكميه كثيره لدرجه ان كانت المنظمه العالميه للصحه كتنصحنا ب 5 ملي غرام في اليوم ديال الملح، فراك المعدل اللي حنا كنتناولوه 8 ملي غرام اكثر، يعني خاصنا عندنا الحظر من الكميه ديال الملح والاطباق المالحه، وخاصه ملي كتكون مصنعه فهي كتعطينا كميات ديال الملح اكثر، ديال الصوديوم ولا ديال كلوريد دو صوديوم، وبالتالي راه شحال ما نقصنا من الملحه، شحال ما نقصنا من هاد اللي ولاو اللي كيتسماو شهيوات، علما بانه المصطلح ديال الشهيوات كيجي مع شي حاجه اللي كنتناولوها استثنائيا، فملي كتكون الطابله ديالنا عامره بزاف د الحوايج ما كنلقاوش شهيوات، كيوليو وجبات اللي تقدر الاستهلاك ديالها المفرط يضر بالصحه ديالنا.